الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما يتعلق ببغض الكفار، هل هو بغضه لشخصه وجنسه أم لكفره وإشراكه بالله؟ بغضه لكفره وإشراكه بالله، ولأنه عدو لله. أما شخصه وأما نسبه وأما هذا ما يبغض من أجله، يبغض من أجل دينه، من أجل دينه. فالإنسان يحب من أجل دينه أو يبغض من أجل دينه، لا لشخصه. نعم.